فكلكم تعلمون أن الإرهاب ليس ظاهرة بسيطة يمكن علاجها بآلية واحدة. كلكم تعلمون أن الإرهاب وإن كان في أحد وجوهه نتيجة تداخل عوامل خارجية لا نتحكم فيها مثل الوضع الإقليمي، فإنه أيضاً ناتج عن عوامل محلية وأخطاء متراكمة. الإرهاب دليل واضح على خلل في المنظومة التربوية بخاصة في التربية الدينية، هو دليل واضح على فشل في سياسة التنمية طيلة عقود بتهميش الأحياء الفقيرة والطبقات الضعيفة، وهو ما خلق لدى بعض الشباب الاستعداد للتأثر بخطاب بعيد عن الاعتدال. مسؤوليتنا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لحفظ أرواح المواطنين وأعضائهم وممتلكاتهم، مستحضرين قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المجلة الجزائية ماهيش كافية، لأنه هذه الجرائم أولا لازم نفهموا أنه جرائم خاص. الجرائم هذه أولا مرتكبيها راو عندهم شكل وعندهم بروفيل خاص كجونات، ثانيا أركانها معناها أركانها خاصة، كذلك كيفية ردعها ما تنجمش تردعها أنت بالوسائل التقليدية الموجودة توا في مجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية. أيضا الإشكال الذي يطرح، هل أنه المجلة الجزائية تجرم توا مثلا الجرائم التي ذكرناها في مشروع القانون، مثلا كاستعمال الطائرات في التفجيرات أو استعمال السفن أو استعمال كذا، عديد الجرائم لم يقع إدراجها. مشروع جمع مبادئ كثيرة، منها الحق الإنساني، منها العدالة الاجتماعية، منها الأمن العام والخاص، ومنها أيضا مواجهة أي ما يخالف هذه المعاني أو المبادئ الكبرى من وقوع في انفلات أو اعتداء على الأنفس أو شكل من أشكال الإرهاب أو العنف أو التعريض عليه أو التعريض على الكراهية. كان بيودنا بطبيعة الأمر احنا كان بيودنا أنه نستعمل مثلا الطريقة اللي استعملوا فيها بعض الدول المتطورة اللي هي الكوديفيكاسيون دروا كونستان، يعني نأخذ المجلة ونضع صلبها كل القوانين، لكن هذا المسألة هذه راهو تتطلب معناها جهود كبيرة يمكن حتى تمتد إلى مدة سنوات، معناها باش نحاولوا أنه نوفقوا حتى في صياغة القوانين ونحاولوا أنه نخلقوا توافق بينها. المهم هو أنه أنا أرى أنه المهم مش هو الوعاء القانوني بقدر ما يكون أنه المضمون متاعه محترم ويكون المضمون متاعه موائم للمعايير حقوق الإنسان والمعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. نعم، يجب أن ينطلق هذا القانون من قناعة مطلقة تترجم في المواقف والسلوكيات، ألا وهي أنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون مثل هذا القانون كما كان الحال إبان الدكتاتورية غطاء أو تبريرا لتدابير